هلا بلبنان لانه المسافات عندنا مش طويله، ما بيحطوا المسافه. يعني مثلا انت طالع من بيروت بيقول لك من هون جنوب، من هون طرابلس، من هون ما بعرف جونيه كذا، بس ما بيحط لك مسافات. يمكن اوقات يحط المسافه الكليه. بالبلدان اللي فيها مسافات طويله، هلا انا بضرب مثلا عن ايران لانه مش رايح على اوروبا. يعني بايران مثلا بدك تروح من طهران على قم، بيجي بيقول لك قم مثلا، هلا انا نسيان وين قديش، افترض 200 كيلومتر. اوف، 200 كيلومتر مسافه طويله. انت ماشي بعد 5 كيلو بيقول لك 195، بعد 5 بيقول لك 190، بعد 5 بيقول لك 185. يعني كل 5 كيلو بحط لك علامه. انت شو بصير؟ الامل عندك يزدهى. هو خلصنا منهم 20 كيلو قطعناهم، 50 كيلو قطعناهم. انا بتذكر لما كنا نروح على قم، قبل مثلا ما نوصل لقم بثلاث ارباع بربع الطريق نتعب، هذا ينعس، هذا يمل، هذا كذا. بس يشوف قم 25 كيلو متر، 20 كيلو متر، تلاقي صحصحوا، فاقوا، تجهزوا، استعدوا انه هينا حنوصل. استقبليه بصوتك الهادر، لبيك يا رسول الله. وجود لبنان وقضية فلسطين والمقاومة ومحور المقاومة ببضعة حقائب وزارية في حكومة لبنانية قد لا تثمن ولا تغني من جوع. كنت عارفين انه حيطلع، حاسس انه حيطلع. انا قبل ليله قلت لهم اهلي حاسس قلبي بده يطلع السيد بكره، بس امبارح طلع خدعه او هيك شيء. جيت اليوم حسسني بقلبي انه بده يطلع، ما عارف بدي احكي. الله يحميه والله العظيم، نعمه الهيه انه هو قائدنا. مجددا صوته يصدح بين الارجاء ويملا الساحات. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. كان لي يعني متزوج شي سنتين، والزوجه كان لها 17 حامل، ونحن مثلا بالليل اجت لي رؤيا او حلم، واجا شخصين معممين، وقعدت انا وين على التخت، واكيد يعني اشخاص ربانيين يعني. فسالوني سؤال، قالوا لي يا سيد انت قديش بدك اولاد؟ فأنا قلت لهم قد ما الله بيبعث. أنا شو بعرفني؟ قال له أنت جايك صبيان وبنت، بتسمي أول ولد حسن والثاني حسين والثالثة بنت بتسميها زينب. وفعلا إجوا هيك وسميتهم. هذا كان اسمه حي المسرح، حي التنك، حي شرشبوك، حي فراء. يعني هذا شرشبوك بالتركي يعني حي أدنى حي. ليش؟ كانت هونيك كل العالم تجي من برا، يلي بهوية ويلي بلا هوية يعيش لهونيك، ما فيها الدولة تصالو. نحن على مقربة من 31 آب تحضر الذكرى الغالية والعزيزة والمؤلمة لتغييب سماحة الإمام القائد السيد موسى الصدر وسماحة الشيخ محمد يعقوب والأستاذ عباس بدر الدين، أعادهم الله بخير جميعا. عبد ماجد يا خيي، الطريق قدام رفاتك يا خيي. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой.
هذا حزب الله حزب الشيطان ما حزب الله. الشرقية ما ضربوا بال120 لا ضربوا بال120 الشرقية ما قبضوا بال120. لنخوض هذه الحرب في كل ساحات المواجهة، في كل ميادين المواجهة. عندما نخوض حربنا بهذه السعة قطعا سننتصر، سننتصر بإذن الله. أما إذا تخلينا عن بعض الساحات ولو لمصلحة ساحات أخرى، الله عز وجل سيرفض حتى النظر إلينا. الطيران التجسسي الصهيوني في الأجواء، والعملاء مفتوحة عيونهم كجحور الثعابين. أنهى أبو ياسر كلمته، زار منزل الشيخ راغب حرب، قرأ الفاتحة على ضريحه الشريف في روضة جبشيت، ثم قصد منزل الشهيد أحمد شعيب في بلدة الشرقية، ثم إلى كوثرية السياد. على الطريق المؤدي إلى بلدة تفاحتة قطع الموكب أمتاره الأخيرة، ولصوص الجو يلاحقونه بالمروحيات الحربية. وفي اللحظة الرهيبة انطلق صاروخ الحقد ليصيب سيارة السيد عباس. والسيد عباس ينتقل من حقل وسول إلى حقل وسول، ومن علي إلى جدته الزهراء، إلى الحسن فالحسين فالأئمة، فالخميني فالشهيد الصدر فالشيخ راغب، وقافلة شهداء المقاومة الإسلامية وحزب الله. كنا في يوم دفن الشيخ محمد مهدي شمس الدين، بالمقبرة واقف السيد حسن وملتقي على شجرة، حاني ظهره على شجرة، شافه الشهيد رفيع الحريري، فتقدم له قال له مولانا هيدا سببه الصباط. قال له كيف صباط؟ قال له أنا عندي نفس المشكلة، ظهري بيوجعني لأنه الصباط اللي عم تلبسه أنت مش صحي، أنا ببعت لك صبابيط، هيدي رويتها أنا مرة بس هيدي معبرة على سؤالك، ابعت لك صبابيط طبية صحية بستعملها مشان هذا العلاج، مشان هذا الوجع. وهيك صار، بعت له 4 صبابيط، 2 بني و2 سوري. ورغم الأمن استخدمها السيد نصر الله، ما بعرف ما بعرف ما بعرف إذا الأمن سمح له يستخدمها، بس بعرف إنه هدية. وفي مقدمها توجيه الشكر لسويرية الأسد، لسويرية حافظ الأسد، لسويرية بشار الأسد. لسوريا نقول كما قال رئيسك بشار الأسد، أنت في لبنان. شو علاقة رئيس سعد الحريري بالصراع العربي الإيراني اللي عم يحكي عنه؟ شو خصك أنت؟ شو خصك أنت لما ما بتعود رئيس حكومة تصريف أعمال بترجع رئيس حزب المستقبل؟ قول اللي بدك إياه، لكن طالما أنت رئيس حكومة تصريف أعمال ما فيك تقول هيك. ممكن هن يخمنوا انه انتو لما بنقول لهم تقصفوا الضاحيه نحن بنقصف تل ابيب، يعني انه هن بدمروا بنايات بالضاحيه ونحن بنفخت حيطان بتل ابيب. يمكن يخطر ببال حدا هيك. انا بحب اقول لهم اليوم لا، انتم تدمرون بناء في الضاحيه ونحن ندمر ابنيه في تل ابيب.
تسأليني إنه طيب لو كنت 11 تموز بتحتمل ولو 1% إنه عملية الأسر بتوصل لحرب كالتي حصلت، بتروح بتعمل عملية أسر؟ بقول لك لا، قطعا لا، لأسباب إنسانية وأخلاقية واجتماعية وأمنية وعسكرية وسياسية. لا أنا بقبل، ولا حزب الله بيقبل، ولا الأسرى بالسجون الإسرائيلية بيقبلوا، ولا أهل الأسرى بيقبلوا. هو أثناء الحرب بالحياة يعني هي رمضان عادة بتجنب أحكي بهيك تفاصيل، لكن مفيدة على نفسيا معنويا. خرجت من الضاحية، وكنت أنا والحاج هيمنت ومعنا طبعا إخوان آخرين، وذهبنا إلى مدينة بيروت وتجولنا في مدينة بيروت. كنا أنا وياه ومعنا إخوان، وبشكل عادي جدا. وتفاجأت ما بخفيك يعني العجقة ببيروت والمطاعم والشط، شط البحر، والناس بالشوارع والعجقات والأعراس. وبتشعر أنه كأنه نحن وقتها كأنه نحن بدولتين. يعني هذه الضاحية الجنوبية قديش مساحتها، إذا بتطلع منها غربا أو بتطلع منها شرقا أنت عم تطلع على دولة تانية، كأنه نحن في دولة أخرى. أنا أعلن 7 أيار يوما مجيدا من أيام المقاومة في لبنان. سمعت شعارات أنا بالأسبوعين 3 اللي مضوا عم بيقولوا ما مننسى 7 أيار، ما مننسى. خطبوا وقالوا ورددوا الشعارات، عظيم عظيم، بشرتونا، نحن بدنا ما تنسوا 7 أيار. عسكري كامل بين حزب الله اللبناني والاستخبارات الإيرانية أسفر عن تهريب القيادي بحزب الله سامي شهاب، الذي لقبه الأمين العام للحزب حسن نصر الله بالأسير المحرر، بعد أيام من تهريبه من سجن المرجي بالقاهرة. نحن يا أخوان، نحن روحنا على البوسنة والهرسك، خيرة شبابنا، كان عندنا معسكرات، يمكن أول مرة أحكيها بالوضوح، قاتلنا وسقط لنا شهداء دفاعا عن من؟ عن المسلمين السنة في البوسنة. ما في شيعة بالبوسنة. للشيعة دور كبير في تطوير الفكر الإسلامي وفي خدمة الأهداف الإسلامية وفي خدمة الثقافة الإسلامية عن طريق الاجتهاد في الفقه والفلسفة والتفسير. أننا نتعاون مع جميع العائلات الروحية في لبنان لخدمة الأخلاق ولخدمة القيم الدينية، ولكي نضع حدا لهذا الانهيار الخلقي والميوعة التي تهدد مصير لبنان ومصير العالم. بالنسبة لنا ألخص، في الوقت الحاضر ليس لدينا مشروع نظام في لبنان. نحن نعتقد بأن علينا أن نزيح الحالة الاستعمارية والإسرائيلية، وحينئذ يمكن أن ينفذ مشروع، ومشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين، هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة، وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى
التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني. وا الله حيك حيدر. هذا مين ابو ابراهيم؟ هاي لابو الفضل عباس لابنا لابنا لام البنين. ابو ابراهيم احب زينب بعد. يلا افراد 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 يا حسن. ان والله جبنا 50 شاب 100 شاب 200 شاب اقتنعوا معانا من شباب السنه صاروا شيعة خير ان شاء الله. يعني شو الهدف؟ انه الشيعة يزيدوا 200. طيب اول شيء هذا الموضوع حيكلفنا اموال طائلة، وتاني شيء حيفوتنا مشكل له اول ما له اخر. فانا قلت لهم هاي بدها شيء. هلا نحن بحزب الله بنعمل تعميم، ما تواخذوني، انه يا اخوان السنة بدنا انتاج. طب ما بيخلق بيزيدوا الشيعة 50,000 واحد سنة واحدة ببلاش. شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد تبارك مظلوم موكب التشيع جاب شوارع مسقط رأسه بريتال وصولا إلى الجبانة، حيث صلى على جثمانه الطاهر رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك ليوارى بعدها في الثرى. وفي حارة الفيكان شيع الشهيد المجاهد علي فؤاد حسن بمسيرة انطلقت من أمام حسينية البلدة وانتهت عند جبانتها، حيث صلى على جثمانه الطاهر الشيخ محمد حسن ووري بعدها في الثرى. إذا كان عندنا 100 مقاتل في سوريا حيصيروا 200، وإذا كان عندنا 1000 مقاتل في سوريا حيصيروا 2000، وإذا عندنا 5000 مقاتل في سوريا حيصيروا 10,000. وإذا احتاجت المعركة مع هؤلاء الإرهابيين التكفيريين أن أذهب أنا وكل حزب الله إلى سوريا سنذهب إلى سوريا. هلا يا ساقر لبنان، هلا حسن نصر الله. 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 هاي رجالك حزب الله، النصر النصر بعون الله. هاي رجالك حزب الله، النصر النصر بعون الله. أن أقف بشكل خاص أمام الموقف المميز والمعبر لرئيس وزراء تركيا الطيب أردوغان. بعد في شغلة أخيرة، لأنه وعدت أنه برجع لها بالآخر. اللي عم بيقولوا هلأ حزب الله تبين لا بده العماد عون ولا بده الوزير الفرنجي. حزب الله مصلحته في الفراغ الرئاسي، وهو مرشحه هو الفراغ. وكتار عم يحكوها يعني من هداك الفريق اللي لازم يلاقي شيء يهاجمنا. يعني إذا ما هاجمناش شو بيشتغل؟ يعني لا عنده معركة إقليمية ولا عنده معركة، مش ما عنده شيء غير يهاجمنا يعني على كله. وانه حزب الله ما بده عنده شروط، ما بحب احكي هالكلمتين ببساطة، فيكن تجربونا. اذا بيكون مضمون بكرة، لانه نحن اوفياء لهذا الترشيح، بلشنا بالصدق وخير خواتيمها الوفاء، لانه نحن اوفياء لهذا الترشيح. اذا بيكون مضمون بكرة، اذا بينعقد مجلس النواب وبينتخب العماد ميشيل عون رئيسا الجمهورية، نحن مننزل ومنشارك بالجلسة ومننتخب، ولا بدنا تعديلات دستورية ولا مؤتمر تأسيسي وتحت الطائف وبسلة وبلا سلة، نحن جاهزين تكلوا على الله. نحن ما حكينا عن السلة لنسهل انتخاب رئيس. بتنتخب رئيس بدون سلة ما في مشكلة، هي السلة لألكم مش السلة لألنا. على كل حال نحن اللي بدنا اياه من السلة أخذناه. سمي شخص بدق قلبك إلو
بس تشوفيه بس مش كحبيب ولا من أفراد أسرتك. بدق قلبي بس شوفه بس مش كحبيب. بصراحة ويمكن الحرب خلتني كمان أكتر أتأكد من هالشي. سيد حسن نصر الله. طبعا سيدي نهايه المطاف انه في شيء راح يضرهم وسيئات سيد راحوا موضوع البنية التحتية انه اذا صار حرب نحن سندمر البنية التحتية ولبنان. عظيم عظيم. خلينا نحكي ارضي بلبنان في بنية تحتية فلسطين المحتلة في بنية تحتية. كمان خل نحكي ارضي بلبنان في بنية تحتية وفلسطين محتلة في بنية تحتية. نحن عندنا مطار ونص اللي عندهم مطارات. عندهم موانئ. عندهم نحن عندنا كم مصفية نفط شيء معطل وشيء يعني ما بعرف ماشي مش ماشي. عندهم مصانع مصافي نفط. وعندنا بعض المصانع وهن عندهم مناطق صناعية ضخمة جدا. كل الألوان. أصلاً البنية التحتية بإسرائيل أضخم وأكبر وأهم من البنية التحتية. أضخم وأكبر وأهم من البنية التحتية على التلفزيون الإسرائيلي بحرب تموز في تقرير ما بعرف إذا الإخوان بالمنار بيقدروا يحصلوه. في تقرير ما بعرف إذا الإخوان بالمنار يقدروا يحصلوه. عن التلفزيون الإسرائيلي بحرب تموز لما انقطعت الكهرباء بإحدى مدة الوسط الإسرائيلي قديش بقيت الحكومة والجبهة الداخلية مشغولة لأنه فينش يعيشوا بلا كهرباء. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.